جاهز ارمي. ظهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. من الأمور الشائعة في رمضان وفي صلاة التراويح والقيام كذلك ما يتعلق بالفتح على الإمام. معنى الفتح على الإمام أن الإمام مثلا يخطئ في آية أو ينسى آية فيفتح عليه من خلفه. هذه أمور قد بينها العلماء ولها ضوابط وقواعد ويتساهل فيها الناس مما يسبب التشويش. أولا ينبغي على الذي يفتح على الإمام أن يكون خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فيأتي حافظ القرآن المتقن ويصلي خلف الإمام قريبا منه حتى يسمعه. ثم أن يكون بصوت خفيف يعني حتى لا يشوش على الإمام، ثم لا يكررها كثيرا على الإمام، فإذا يعني قرأ الإمام وفاتت هذه الآية خصوصا إذا كان يقرأ قراءة سريعة فلا بأس أن يسكت وليس عليه إثم. من الأمور المخطئة الخاطئة التي يفعلها بعض الناس أن يفتح الإمام وهو في الصف الثاني أو الثالث أو نحو ذلك أو يرفع صوته فيحصل التشويش، هذا كله لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله الإنسان، بل حفظة القرآن الذين يكون خلف الإمام تضبط الصلاة ولا يحصل أي تشويش بإذن الله.